أصدر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يوم أمس بياناً أبدأ فيه تأييده لما تضمنته الفتوى الشرعية الصادرة عن المركز الأزهر العالمي للفتوى بشأن الحملات الممنهجة التي تقودها قوى ومنظمات عالمية بما تملكه من وسائل إعلام وبرامج ترويجية وغنائية ومنصات إلكترونية وتوظيف لشخصيات شهيرة وغير ذلك من الأساليب بهدف الترويج لفاحشة الشذوذ الجنسي وتقليل انتشارها بين الراغبين في ممارسة هذا الانحراف في مختلف المجتمعات حول العالم بما فيها المجتمعات العربية والإسلامية. وشدد على أنه من المقرر والثابت من الدين بالضرورة حرمة الشذوذ الجنسي حرمة قطعية في الشريعة الإسلامية الغراء وفي جميع الشرائع والأديان السماوية، مشيرا إلى أنه أمر شنيع ترفضه الفطرة البشرية السوية وتأباه القيم الدينية الراسخة عبر تاريخ الأديان كافة، ويؤدي إلى فساد كبير يدمر الاجتماع البشري ويهدم منظومة القيم الخلقية والاجتماعية لمؤسسة الأسرة ويمسخ هوية أفرادها ويعبث بأمن المجتمعات واستقرارها. كما استنكر المجلس هذه الحملات غير الأخلاقية ورفضها رفضا قاطعا، وأدان الأساليب والوسائل الشيطانية المختلفة للترويج للفحش والشذوذ خصوصا ما يروج عبر الأفلام والمواد الإعلامية المختلفة.